بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربعاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 26/10/2022، وتعالوا نشوفوا اللباني الرضيع البتلو الجاموس في سوق التوفيقيه اسعاره النهارده. اللهم صل عليك يا نبي، صباح الفل يا معلمي. لا صار عامل ايه في البتلو؟ انا عاوزك تتصور الصبح ده، دي خلف الفرحه ده. بسم الله ما شاء الله، بكام ده حاجه صبح ولا يا عم؟ عاملين كلك عنهم في بعض 5000 5000 العيد. 5000 الله يبارك الواحد ده 5000. بسم الله ما شاء الله، الواحد عامل اللهم صل عليك، الواحد عامل 5000. بسم الله ما شاء الله 5000، الله اكبر. صباح الخير يا معلمي، الله يقويك ويعينك. العجل عامل كام من دول؟ 5052 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله 5200 و5000. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، البتلو ب 52 العجلة يا جماعة، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل. عرفنا باسمك يا معلم. قمر شتايم. المعلم قمر شتايم قاعد فين يا معلم؟ بسيون، مركز بسيون. مركز بسيون غربية النجرين، الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله، تجار البتلو يا جماعة في محافظة الغربية، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. ادينا الرقم يا معلمي. رقم الحاج قمر 0100 6 6 2 2 8 1 8 1 3 6 3 6. أي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وتوصلوا بالسلامة رجال. على راسي يا معلمي. فاصل ونواصل، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله على البتلو يا جماعة، الله أكبر. اللهم صل على النبي حبيبي غالي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة، اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. بخمس تلاف وخمس تلاف ومتين العجل من دول أسعار البتلو يا جماعة في محافظة البحيرة مع تجار الغربية بسيون، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله. عامل كام الذكر ده حاج والله؟ 22 32. بسم الله ما شاء الله 32000 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله على العجول الذكورة اللحم الفاخر، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. ما تدينا رقمك يا حاج، حد يعوز حاجة برضه يتواصل معاه. 0100 3 4 8 4 2 4 1 4. بسم الله ما شاء الله، الله يقويكم ويصلح حالكم، اللهم صل عليك يا نبي. قاعدين فين يا معلمي؟ تيل بارود وتجار تيل بارود يا جماعة، الله أكبر. ب 30000 عجل، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي، الله يبارك لك يا حاج ويصلح حالك، اللهم صل عليك يا نبي. عجل من دبع لاجل ايه؟ عجل شاي. معلش مش حبيبي، اللي من دبع برضه. الله يكفيك ان شاء الله. عامل كام التاني ده يا حاج والله بعد اذنك؟ 30500. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اكبر تجار العجول الذكور اللحم بتحتي البروده يا جماعه، الناس المحترمين، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. شاكرين يا حاج ونهارك ابيض، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. صور يا عم. كام يا حاج والله العجل من دول؟ كام العجل من دول؟ 3000. صور 6000. بسم الله ما شاء الله 6000، وقول بستة وانت بتقول بثلاثة، بتبوظ الأسعار يا حاج كده. احنا عايزين مصداقية بمرض الله. 6000 الواحد؟ 6000 انا قلت لك ب 6000. الله يبارك لك، انا بنقول عليه هو بقول ب 3000 يعني. الله يصلح حالكم. انتوا منين يا معلمي؟ من بيرما. بيرما وتجار بيرما، الناس المحترمين يعني، موجود عندكم بتلو على طول لحد على حد. طب ادينا الرقم. رقم التليفون. طيب رقم التليفون. الله يقويكم ويصلح حالكم يا معلمي وتوصلوا بالسلامة يا غالي، الله يسهل لكم الحال. حلو والله. بعد إذنك يعني. هتعمل إن شاء الله. بكام والله؟ والله 13 و100 يا جماعة، انتهى يا جنية. بسم الله ما شاء الله في سوق التوفيقية، الله يبارك لك يا غالي ويصلح حالك. بكام يا حبيبي والله؟ 12 ونص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. نتا يا جنية 100 100، الله يبارك لك. هنفتح انت تشوف نفسك حبيبي على راسي يا حاج، الله يبارك لك. معاك قناة المواشي اليوم يا حاج. 12100 12 ونص. 12 ونص، الله يبارك لك. تاجر ولا جنان؟ لا تاجر. طب متعرفه باسمك؟ موهوب لبيب. موهوب لبيب. منين يا معلم موهوب؟ كفر الزيات. وتجار كفر الزيات غربية اللي لما نسينه منورين في سوق التوفيقية. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجة يتواصل معاك، لو عندك 012 70 33 33 44 17 44 17. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. نهاركم ابيض، الله يصلح حالكم. كام يا غالي خدتوها دي؟ 20000.
ذكر يا جماعه ب 20000 بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا غالي، الله يبارك لكم، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. البتلو يا جماعه والشعار الجاموس بسم الله ما شاء الله. الله يصلح حالكم يا رجالي وتوصلوا بالسلامه. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.